بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صوت صادح بالقرآن الكريم. الشيخ القارئ عبد الرشيد صوفي ولد في الصومال عام 1964. كان والده علي بن عبد الرحمن صوفي يشغل منصب الإفتاء، وهو أول من أدخل علم القراءات إلى الصومال. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. في العاشرة من عمره أتم حفظ القرآن، ثم انتقل إلى مصر حيث درس علم القراءات ونال الشهادة العالية في القراءات العشر. وإلى جانب دراسته النظامية في المعهد، قرأ عبد الرحمن الرشيد القرآن على يد المقرئ محمد بن إسماعيل الهمذاني في الجامع الأزهر، حيث أجازه الشيخ إجازتين في القراءات العشر من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة للإمام ابن الجزري. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. باشر مهنة التدريس والإمامة في مسجد بالعاصمة مقديشو، وتولى تدريس علوم القرآن الكريم في كلية الدراسات الإسلامية فرع الأزهر. انتقل عبد الرشيد إلى قطر عام 1991، حيث يعمل في وزارة الأوقاف ويتولى الإمامة والخطابة في جامع أنس بن مالك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شارك الشيخ عبد الرشيد في أنشطة دعوية متعددة بإلقاء الدروس والمحاضرات والمشاركة في الندوات والاجتماعات الإسلامية، خاصة في أوروبا، وله تسجيلات قرآنية وقراءات مصورة يقبل على سماعها المسلمون من كل أنحاء العالم الإسلامي. جذب الشيخ عبد الرشيد السامعين
لجمعه بين حسن الصوت وإتقان التلاوة وهدوء اللحن والقراءة الوقورة الرصينة، وهو ما يجعله من أهم القراء في العالم الإسلامي اليوم. هل استمعتم إلى تلاوته من قبل؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.